أهلا يا أبو موفق، يا أهلا بالشباب. شرفوا سيدي، شرفوا. أهلا يا حبيب، أهلا يا أبو موفق. تفضل شباب. أهلا فيوز، أهلا فيوز، تفضل موفق. أهلا فيوز، شرف، تفضل تفضل. يلا سيدي تفضل تفضل. شرف يعود، تفضلوا. أهلا خدمة، أهلا فارس. طمني يا فارس، شلون الشغل؟ شغل تمام؟ الحمد لله الحمد لله. طمني، شو صار معك الأسعار؟ أنا مدموم، رسيت علي من قصد بقريه. ليش في غيرك مقدم؟ اخي بالعرض اللي مقدمه حاطتنا 1600 ورقه سعر البطاريه الوحده. مزبوط. بس اللي بدك تقبض قديش؟ 1300، مسجله 1600 مثل العاده. لا بدك نقص لنا شوي، ما شايف نزلنا شلفوت. مين الشلفوت؟ اهلي بمصر، علي الحلال ما في نزل لك ولا فرنك. هي السوق قدامكم، روحوا دوروا، إذا بتلاقوا أرخص خدوا. بس في شغلة، إذا أنتوا حابين تستفيدوا وأنا أستفيد، في عندي كم بطارية نص عمر جايين المعمل جداد. هاي ما فهمتها، شلون يعني جداد ونص عمر؟ بحسب لكم واحدة ب 800 ورقة ومنسجلها ب 1600 مثل العادة. طيب إذا مضروبين يا أخي فيوز، شلون بدهم يشتغلوا معنا؟ شو قلتوا؟ استبينا؟ أنا بالنسبة لي ما استبيت، ما بيشتغلوا معنا هدول. على راحتكم يا اخي فيوز، عم يقول لك ابو موفق زدنا شلفوت، معناها صرنا 4 شلفيط. هلا بقى هي بطاريات نص عمرها ما بتشتغل معنا، بدك تشوف لنا بربع عمرها مشان توفي معنا. يا حبيبي علمناش حادي سبقنا على البواب، لك طلع على شرفك منا. لازم اخذ تاكسي. مشي ما بيمشي الحال. شرف يا عبد العظيم، شو هالشغله هي؟ وعليكم السلام. وعليكم. شو طلباتكم اليوم؟ اخي بدنا 3 مراوح سقف وطني نوع اول. ايه مو على عيني، بس لازم نشرب شيء بالاول. ما لزوم اخي. شو راح تحسب لنا الوحده؟ ب 1700 ليره، بتنكرم عينكم. لا هيك كثير، هاي مو اول مره نتعامل فيها مع بعض شباب. تكرموا، بحسب لكم اياها ب 1400 ليره. تكرم هيك ما راعيتنا بنوب. ان شاء الله مو غالي هذا معلم. لا سيدي بس يعيش باب بنتفق على سعره ان شاء الله. ايه سيدي اذا بدكم بضاعه ستوك عندي. شو يعني ستوك؟ يعني ما بتبرم؟ تبرم بس شفراتها مو مزبوطين. شو بتحسب لنا الوحده؟ ب 1200 ليره. اذا ب 1000 بناخذها. ماشي الحال. اعملنا عروض اسعار. على عيني. قد ايه هي هذا الغاز معلم؟ سيدي اذا هي ما بتفرق بيناتنا، شوف شو بيعيش باب بعدين بنتفق. ايه سيدي هي عرض باسمي ب 1700 ليره. شريف بحط لك الخدم. شريف سيدي وهي عرض ثاني باسم ابن اخي ب 1750 ليره. شريف وقت ما اكتب لك اياها. وهي عرض ثالث باسم ابن عمي ب 1800 ليرة. الله يجزيك. الله يخلي لنا اياك، شريف. تفضل يا سيدي. الحمد لله. ما بي الا توقيع واحد. ان شاء الله لحق قبل ما يخلص الدوام. شرف يا عبد العظيم. طيب أمرا، مع السلامة. بتعرف إنه كنا خايفين منك بالأول؟ أنا اللي كنت خايف إنه واسطتي تروح على الفاضي بوش. أخي إذا واسطتك تقيلة حاول تجي على اللجنة معنا، بلا ما يطلع لواحد منا براني وصفي بوش. هي أنا ما راح طالع حدا لبرا، أنا راح طالعكم كلكم. قصدي راح طالعكم كلكم باللجنة سوا، كلكم سوا باللجنة الجديدة. ليش في تشكيل لجنة جديدة؟ لسه دورتنا ما خلصت. مزبوط، بس المدير العام
سمعت عم يعمل تغييرات بالمديرية. اليوم غير رئيس المرآة وفي ريحة يغير لجنة المشتريات. قبل حرام المدير لها يغيروا لجنة المشتريات؟ منين سمعت؟ سمعتها من مصادر موثوقة. من مصادر موثوقة. هي أنا ما تفرق معي، بأمن حالي. واسطتي لساتها موجودة. وأنا كمان. معناتها ما راح تروح إلا علي. ليش وين واسطتها؟ طارت بعيدة عنك. بسيطة، بكرة بتهدي لها بشي قرنة وتلحقها. بعيد الشر، الله لا يقدر. ليش لوين هديت؟ بالسجن. إذا هيك لا تلحقها. إيه سيدي، هاتوا يا جو، قبضونا. شو بدنا نقبضك؟ حصتي من فرق المصاري بين الفواتير اللي جبناها والمبالغ اللي دفعناها. أنا حسبتهم بيطلعوا إيه 10,000 ورقة. والله فتح، أوام لحقت تحسبهم؟ يا كان، بدي أعطيتوني فرنجين وقلتولي هي حصتك. يا ناولونا 2500 ورقة. ولشو 2500 ليرة حبيب قلبي؟ مبيني حاسبها أنا. المبلغ كله 10,000 ورقة، نحن أربعة بيطلع للواحد 2500 ورقة. بس نحن ستة مو أربعة. لا ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وين بيت تانية هاد؟ عندك السائق بده حصته. إيه مزبوط، هذا نسيته أنا. طيب وين الساتف؟ الأستاذ ممدوح، شو نسيته؟ لا شو أنسى؟ أعوذ بالله، هذا لازم من راس عرمي نعطيه من راس الكوم هذا. طيب سيدي صرنا ستة، 10,000 ورقة على ستة بيطلعوا 1,666 ليرة و40 ريف. يا أنا أقولنا 1,666 ورقة. ما حذرت حبيبي. ليه؟ بقي اللجنة بدها تستلم منها الأغراض وتوقع على الاستلام وتدخلها على المستودع. وليه؟ هي كمان بدها؟ لكن حبيبي، اللي بده ياكل 10 بده يطعم 9. كأنه شايفك. شو كتار أنت؟ تسلموا تحياتي يا بصالي. الله يسلمك. عم عزبك معي أنا. ولو بدك تركني. أنسي أمل، تعي لعندي شوي. أيوة أستاذ. أنسي أمل، مين المسؤول عن استلام المواد من لجنة المشتريات؟ الأستاذ أبو حامد. طب اطلبي لي إياه على التليفون فوراً وحولي لي إياه. حاضر. وأخيراً خلصت الحمد لله. بيان ساعة، لازم نلحق لحتى أوضح. تك صلنا الله يرضى عليك، ما لحق راتي. وإن شغلة ما لك فيها أنت. عبد العظيم بدي نبلغ فيها. مع السلامة. أنت عمل مثل ما عم قلك وعلى مسؤوليتي. سيدي حتى لو كانت الأغراض سليمة. حتى لو كانت الأغراض سليمة. حاضر أستاذ، بس يعني. نفذ اللي قلت لك عليه. هي كمان مرحبا ابو حامد. شو قصتك اليوم عم ترفض الاغراض؟ مالك بالعاده اخي. انا ما بستلم اي غراض الا اذا كان مطابق للمواصفات. وهي مروحة سقف 3 شفرات، شغل وطني نوع اول، مثل ما جاي بطلب الشراء. صحيح، بس
شفراتها مو مزبوطة. شلون؟ ما سمعت شو قلت؟ شوف الخط هاد ماله متعامد مع خط الأفق. بعدين أنا كأني ملاحظ إنه شايف في شفرة أديان من شفرة. دخلك؟ وشلون عرفت مازال ما أستا؟ الشغلة مبدأ ياس واضحة مبينة بالنظر. حط هاي على هاي بتلاقيها واضحة، فارقة من هون ميليين ومن هون ميليين، واضحة؟ هلا مش عم ميليتين، بدك تفركس لنا الشغلة. هدول الميليين المعاجبين بخلطوا جريان التيار الهوائي كله بالأوضة اللي تركب فيها، والشي هاد بيعمل وجع راس عند الموظفين. عم تحكي جد؟ طبعا عم بحكي جد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهدول كمان مرفوضات. ليش بقى؟ شو بالبطاريات كمان؟ باين عليهم نص عمر. ها؟ وكيف عرفت انه نص عمر؟ حضرتك صاير خبير بالاعمار؟ لا بس مبين من لونها انه مو تمام. شو بلونها؟ بطارية جديدة سودا وطنية، شو بده يكون لونها؟ سودا. وهي سودا. مزبوط سودا، بس مبين من لونها انه بلاكاتها مو تمام. يا حبيبي، شو انت فحصت البلاكات؟ ها؟ ممكن تقلي كيف عرفت انه بلاكاتها مو تمام من دون ما تفحصها؟ انا عيوني بتصدر اشعه سينيه بتخترق البطاريه وبتكتشف بلاكاتها. يا حبيبي العين تحرسك شوفتي.